السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الرز بلبن، هيبقى احلى من بتاع المحلات. الاول اللي دخل القناة اول مرة ما تنساش لايك وشير واشتراك في القناة. معانا كوباية رز، معلقتين قشطة، معلقتين نشا، السكر حسب الرغبة زي ما انت عايزة، وكيلو لبن، ورقة فانيليا، كيلو لبن، كوباية رز، السكر حسب الرغبة، معلقتين نشا، معلقتين قشطة، ورقة فانيليا. الأول هنحط اللبن على النار يغلي، وبعدين هنحط فيه الرز. دلوقتي حطينا اللبن على النار اهوت، هيغلي اهو. أول ما يغلي هحط الرز. هسيبه بقى اول ما يبقى نص سوا كده، اروح حاطه ايه السكر والفانيليا والحاجه. هتفضلي تقلبي فيه كده عشان ما يتلسعش من تحت. اهي شايفه الرزه كل واحده لوحدها، مفيش حاجه لازقه ولا متكتله. دلوقتي هنحط الفانيليا، نحط السكر، وهتفضلي تقلبي عشان ما يتلسعش. بعدين هنحط القشطة، وهنقلب. شفتي؟ الرز كل واحدة لوحدها هيبقى أحلى من بتاع المحلات. وآخر حاجة هنحط النشا عشان يربط. دلوقتي هندوب النشا في حبة ماء صغيرين وهنحطها عليه، وهنقلب. شفت ربط ازاي؟ هحطه في الطبق بقى واصور لكم. ودلوقتي هنحطه في الاطباق،
وده الشكل النهائي يا حبايبي للرز. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.